تمكن مهرجان التراث الذي يقام سنويا تحت رعاية جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه من أن يضع نفسه على خارطة المهرجانات المحلية، حيث استطاع أن يقدم على مدار تلك السنوات التراث البحريني بأبهى حلة. وفي موسمه 27 سيسلط الضوء على الخيل العربية. سنوات طويلة ومهرجان التراث في تألق مستمر، فمنذ انطلاقته الأولى عام 1992 بات حدثا سنويا مهما لأهالي البحرين وزوارها، خصوصا وأنه يسلط الضوء على التراث البحريني وما يحتويه من إرث تاريخي يتم عرضه بأسلوب متميز يعود بزواره إلى ذلك الزمن الجميل. تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار هذا العام مهرجان التراث بموقع قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع تحت عنوان الخيل العربية، وأتى اختيار هذا الموضوع لهذا العام نسبة للطبيعة الجغرافية والتاريخية للمحافظة الجنوبية والتي تمتاز بعلاقتها بالبيئة البرية، وكذلك علاقة أهل المنطقة بالخيل والصيد وما يتعلق بالحياة البرية. حرصنا هذا العام أن يكون تواجدنا في المحافظة الجنوبية إيمانا بالثقافة بأهمية التجول بأنشطتنا وفعالياتنا لكافة مناطق البحرين. مكونات ثقافية مرتبطة وبشكل وثيق بتاريخ البحرين يتم طرحها بشكل متخصص، ففي كل عام يتم اختيار فكرة معينة لها ارتباط وثيق بالتراث البحريني. يبرز المهرجان محتواها الثقافي بأسلوب مبتكر لتعرف الأجيال الحالية بزخم تراث البحرين. لهذا الموسم سيسلط مهرجان التراث 27 على الخيل العربي. يعد مهرجان التراث أحد أهم البرامج والأنشطة التي تنظمها الهيئة على مدار العام، وهو ركيز أساسي في الرزنامة الثقافية التي تنظمها الهيئة. يأتي كل عام في شهر أبريل للجمهور الكريم بموضوع مختلف بمنطقة مختلفة لنبرز عنصر هام من تراثنا الثري. نحرص كل عام أن نبحث عن موضوع له أهمية وله كذلك دلالات تاريخية مهمة يتم تسليط الضوء عليها بشكل استثنائي من خلال الأنشطة والبرامج التي ننظمها. حدث سنوي يتولى إبراز قيمة التراث والتوعية بأهمية وضرورة الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة. يعد مهرجان التراث السنوي منصة مهمة لأبناء البحرين لما له من دور كبير في إبراز موروثنا الشعبي. خولة القرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.